كابتن حسام البدري، بقول لك مبروك الفوز السوبر، تعبت واجتهدت، لكن اجمل حاجه ان بنلعب وبنشوف كوره في الاهلي 120 دقيقه، وقبلها بثلاث ايام مباراه كانت مع الزمالك كبيره جدا. طبعا الحمد لله، بشكر ربنا على الفوز و بشكر اللعيبه الرجاله دي، زي ما انت بتقول يعني فتره زمنيه وطالعين من مباراه برضو بذل فيها مجهود كبير جدا. النهارده شفنا طبعا برضو اداء النادي الاهلي، يمكن ما كانش فيه توفيق في الفرص اللي جات لنا، لكن في سيطره كامله جدا طول المباراه. طبعا الاهلي افضل بكتير وشفنا الفرص كتير، فبحيي اللعيبه ده على مجهودها واصرارها برغم التعب والفتره الزمنيه دي. الحمد لله على الاداء والحمد لله على الفوز، واول بطوله كانت مهمه جدا لينا، بطوله السوبر انا واللعيبه وبالذات في الامارات هنا كانت مهمه جدا. واهم حاجه طبعا الجماهير، الجمهور الجمهور العظيم ده اللي الواحد بيبقى سعيد طبعا لما يعني بيفرحه، والجماهير ده يعني بالنسبه لنا حاجه كبيره، فالحمد لله ان هم فرحانين النهارده. لحظه الفرح بتمحي اي ضغوط يا كابتن حسام؟ طبعا 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 طبعا، تعب كبير، تعب كبير جدا جدا، لكن كفايه الفرحه ديت وكفايه الجماهير كده، فالحمد لله. اطمن منك يعني الاهلي الحمد لله مستواه، والفتره الجايه هتبقى افضل وافضل، وعندنا الكثير الفتره الجايه باذن الله يا كابتن حسام. ان شاء الله باذن الله، عندنا مجموعه لعيبه واصرار ان شاء الله باذن الله، وهنبتدي بقى نركز في موضوع الدوري ان شاء الله باذن الله، وبعدين نخش في مشوارنا الافريقي. بقول مبروك، مبروك للعيبه، مبروك للجماهير العظيمه دي اللي موجوده هنا واللي موجوده في مصر، والجماهير النادي الاهلي مبروك ليكم والحمد لله. شكرا يا كابتن حسام.